اهلا ومرحبا بكم مجددا. عدنا لكم اليوم بهذا العود الجميل جدا والمميز بهذه التشكيله بالاخشاب اللي هي الميبل والروز وودل او السيسم كما هو معروف. هذه التشكيله اول مره نعرضها. بالنسبه للمواصفات، العود على الوجه من السيدر يتخلله، عندنا كذلك زخارف، عندنا من خشب الليمون والسيسم، وكذلك المضرب من السيسم بالاضافه للكتافه بالاضافه للمسطره. الظهر زي ما ذكرنا من الميبل والروزوود بالاضافه للزند والبنجوق، البنجوق من الطرفين من الروزوود، مفاتيح بنوس درجه اولى، زند عيالي من هنا بنقدر نتحكم بالدوسه من خلال الشد والرحله، وهذه الميزه تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الاوتار عندنا من الاورورا دوزان فافا. قياسات العود العرض 36 عمق 20، طول الزند 19.5 عمق العظمه 3.9. نسمع العود ونستمتع بصوته الصريح والرنان والواضح. أكيد اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، دائما وأبدا بتهمنا. نبدأ بسم الله. جميل وشهيق جدا وهنيئا من السيد الثاني. نجد الاختبار الاخير وهو العسل في القلب كامل، ونلاحظ نقاؤه ووضوح الاصوات وجمالها. Thank you.
نهاية التوفيق وقاكم على خير في اللقاء.